الصلاة عن نفسي وعن أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. أرحب بالسادة الحضور وعلى رأسهم معالي السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء المحافظون ورئيس الجامعة والسيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ورئيس مجلس إدارة المقاولين العربي. اليوم من الأيام التي ستحفر في تاريخ قصر العيني الافتتاح الرسمي للمرحلة الأولى لمبنى الطوارئ والطرق 185. لابد أن أتوجه بالتحية لكل من ساهم في إتمام هذا الصرح الطبي المقام لخدمة الشعب المصري بكافة أطيافه. نخص بالتحية والإخبار البنك الأهلي المصري الذي قدم صورة مشرفة قدم صورة مشرفة لمساهمة المجتمع المدني الذي لولاه ما كنا هنا هذا اليوم. الكليات مفيش. طب احنا انا عارف ان في مستشفى. طب فين؟ ايه؟ طبعا مشاكل جبال. جبال لو كنا مشينا زي ما احنا ولا خمس ست سبع سنين مسكنا اكتر. لا ما عندناش وقت بقى. ما عندناش وقت. هما شهرين برنامج زمني يتحط. انا بقول ليه؟ لان الكل اشتغل السنه. مجلس الوزراء كونت خليه اللي هو مبنى الحوادث والحروب في الاصليين